اتفرج على برنامج شيماء جمال اللي هي عملت قصه كرداسه وعملت قصه السلاح وعملت حاجات كتير كلها، هتشوفوا دلوقتي واقعة كرداسه. كل كلمه انا بقولها يا متر معروف عني، عشان بس تبقى واصله لكم الصوره. شاهدين الكرام، المعروف عني في كل حته ان كل كلمه بدليل. مفيش اي خطوه بخطيها في ملف بعمله الا اذا كانت 700 كاميرا متركبه في جسمي. فطبيعي يا متر، انت تخيلت ان انا رميت البيض بتاعي كله في حلقه واحده؟ لا. فطبيعي يا متر، انت تخيلت ان انا رميت البيض بتاعي كله في حلقه واحده؟ لا. فطبيعي يا متر، انت تخيلت ان انا رميت البيض بتاعي كله في حلقه واحده؟ لا.